تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة اليوم الأحد 2023، ووزارة التربية والتعليم تضبط الطالب وتوقع عليه عقوبات قانون الغش، وتستمر شاومينج في محاولات نصب جديدة على الطلاب. ماذا يحدث في لجان امتحانات الثانوية العامة؟ التفاصيل الكاملة في هذه التغطية. انتشرت أنباء عن انتشار صور قيل إنها تخص امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة، وذلك داخل جروبات شاومينج المعروفة بتداول أسئلة الامتحانات. وانتشرت هذه الصور على تطبيق تيليجرام على جروبات شاومينج بعد توزيع أوراق امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2023. ويتتبع حاليا فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الصور المنشورة كي يطابقها بالامتحان الأصلي. وفي حالة تأكد فريق البحث من أن الصور المنشورة هي بالفعل الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، يقوم الفريق بتحديد مكان وهوية ومصور الصور، ويحدد أيضا من قام بنشرها ويقوم بضبطه، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده كتحرير محضر غش له. ويستطيع فريق الغش الإلكتروني من تحديد هوية الشخص الذي قام بالتصوير والنشر من خلال علامات سرية تظهر في أوراق الامتحانات عند عملية التصوير والنشر على جروبات الغش. وبعد تحريات عدة تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تحديد هوية الطالب المسؤول عن تصوير جزء من امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش على الطالب الذي قام بتصوير الأسئلة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الطالب حيث صور ونشر عدد من أسئلة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة اليوم. وكان جروب شاومينج للغش على تيليجرام أعلن وجود جروب اسمه الجروب السري لتسريب امتحانات الثانوية العامة، وحدد قيمة الاشتراك في هذا الجروب كي يسمح بالدخول عليه وقبل اللجنة. ومن الفجر أعلن شاومينج في رسالة لطلاب الثانوية العامة إنه تم تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا في جروبات الواتساب السري. وعن قيمة الاشتراك في الجروب السري للامتحانات فحددها أدمن شاومينج وهي 100 جنيه، يرسلها الطالب عبر فودافون كاش لرقم السنترال، ثم يقوم بتصوير التحويل ويرسل السكرين شوت للأدمن لإثبات تحويله، ثم يقوم الأدمن بإرسال رابط الامتحانات للطالب. لكن أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم الفني أن شاومينج يقوم بمحاولات فاشلة لجمع الأموال من الطلبة، كما أكد على عدم وجود أي جهة تمتلك القدرة على تسريب الامتحانات بسبب تأمينها الشديد من الجهات السيادية للدولة. وطالب المصدر من طلاب الثانوية العامة عدم الانسياق وراء رسائل شاومينج، ونصح الطلاب بالتركيز في امتحانات الثانوية العامة وعدم الوقوع في فخ الغش الإلكتروني لأنه سيتم تطبيق عقوبات قانون الغش. أيضا نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما قيل على جروبات الغش بشأن تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العامية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية فجر اليوم عبر جروبات شاومينج على تيليجرام. وتؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 علم علوم الأحد 25 من يونيو امتحان الكيمياء، ويحصلون على أجازة عيد الأضحى المبارك من 27 من يونيو حتى 1 يوليو، ويستكملون الامتحانات بدءا من الأحد الموافق 2 من يونيو امتحان الفيزياء، أما الخميس 6 من يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 9 من يونيو الجيولوجيا، والخميس 13 من يوليو الأحياء. أما طلاب الثانوية العامة شعبة علم رياضة فيبدأ الامتحانات اليوم الأحد الموافق 25 من يونيو الكيمياء، ويحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 من يوليو حتى 1 يوليو، ويستكملون الامتحانات الأحد 2 من يوليو الفيزياء، الخميس 6 من يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 من يوليو التفاضل والتكامل، الثلاثاء 11 من يوليو الديناميكا، والخميس 13 من يوليو الجبر والهندسة الفراغية.
وبالنسبة لشعبة الأدبي فتبدأ اليوم الأحد 25 من يونيو امتحان الجغرافيا، ويحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 من يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، ويتم استكمال الامتحانات يوم الأحد 2 من يوليو التاريخ، أما الخميس 6 من يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو علم النفس، الخميس 13 من يوليو الفلسفة. الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد قام بزيارة مفاجئة اليوم لمحافظة السويس كي يتابع من خلالها انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول في اللجان، وراجع الوزير على تنفيذ توجيهاته عن طريق توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان ب10 دقائق. ووجه وزير بفتح أبواب اللجان من الساعة 8:15 صباحا لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، ولن يسمح الوزير لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم أثناء فترة التقدير، وشدد على إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب أو يشترك في تسهيل ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، على أن يحولون إلى النيابة العامة ويتم تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. إذن مشاهدينا، هذه كانت تفاصيل تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة اليوم، والتي نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما قيل على جروبات الغش بشأن تسريب امتحانات الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العامية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية فجر اليوم عبر جروبات شاومينج على تليجرام. بشكر حضراتكم، وما زلنا نتابع معكم كل جديد.